بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الإسلام يمر في أزمة اليوم؟ طبعا هذا الادعاء أيها الأحبة ادعاه بعض الملحدين قديما وحديثا، وكثر في الآونة الأخيرة، واليوم هناك دعوات لاعتبار الإسلام في أزمة، لأنه لا يتناسب مع العلمانية الحديثة، لا يتناسب مع القيم الأوروبية، لا يتناسب مع القيم العلمية كما يزعمون. الحقيقة أحبتي في الله، أحببت أن أخبركم بجذور هذه المشكلة. الدراسة التي لدي هنا، طبعا هذا الكلام تسمعونه على الإعلام الغربي أو الإعلام العالمي، ولكن الدراسات العلمية تقول غير ذلك. غالبا ما نسمع أخبارا على القنوات العالمية تكون عكس الحقيقة. يعني اليوم الدراسة التي سأعرضها لكم تؤكد أن غير المسلمين في أوروبا سيكونون بأزمة خلال 30 إلى 40 سنة القادمة. طيب ما هذه الدراسة؟ دققوا أيها الأحبة، أنا دائما أحب أن أتحدث بلغة الأرقام ولغة الحقائق العلمية. جريدة، أنا لدي هنا جريدة The Washington Times، جريدة معروفة وشهيرة، نشرت دراسة للباحث والاقتصادي تشارلز جيف. هذا الرجل وجد بنتيجة دراسة اقتصادية وعلمية وإحصائية أن الجنس الأوروبي على وشك الانقراض. لماذا؟ هو طبعا يقول إن الأوروبيين لا يتكاثرون، ليس لديهم نزعة لإنجاب الأولاد، ليس لديهم نزعة للزواج. يعني مثلا في فرنسا نجد أن نسبة المثليين تتجاوز 10%، رجل مع رجل وامرأة مع امرأة، وهذا الكلام لا يعطي أولاد، يقطع النسل. نجد نسبة كبيرة جدا، أكثر من نصف المجتمع يستغني عن الزواج بصديقة أو بكلب. نجد أن نسبة أولاد الزنا أو ما يسمى unmarried mothers، الأمهات غير المتزوجات، تصل النسبة إلى أكثر من 40% أيضا. كل هذه العوامل دعت هذا الباحث أن يطلق إنذارا أن أوروبا في أزمة اليوم. يأتي الإعلام العالمي ليصور لنا أن الإسلام في أزمة. طيب ما علاقة الإسلام بالموضوع؟ يعني إذا كان الجنس الأوروبي على وشك الانقراض بسبب النسبة الضئيلة جدا للتكاثر، المشكلة أيها الأحبة بالنسبة لهم هي القوة الهائلة لانتشار الإسلام اليوم. يعني هذا الباحث يقول، أنا أقرأ من صحيفة عالمية وأحب أن تستمعوا أيها الأحبة، لأننا يعني أنا شخصيا لا أحب التهويل ولا أحب المبالغة ولا أحب لغة العواطف، لغة العلم والأرقام. نحن اليوم في عصر المعلومات والتكنولوجيا الرقمية. يقول هذا الباحث الفرنسي تشارلز، طبعا يمكن أن ترجعوا إلى صفحته على الإنترنت وستجدون هذا الكلام، أقل من 40 عاما، خلال أقل من 40 عاما، ونظرا للاتجاهات الديموغرافية الحالية، سينحسر السكان البيض في فرنسا، طبعا يقصد بالبيض السكان الأصليين أي غير المسلمين وبقية أوروبا القديمة، مما سيخلق أغلبية مسلمة. أنا أقرأ كلام هذا الباحث على مسؤوليته هو، لا نأتي بشيء من تلقاء أنفسنا أيها الأحبة. هذا رجل معلق سياسي معروف واقتصادي شهير لديهم،
ولديه دراسات وأبحاث واستنتاجات، وهو اعتمد على دراسة قام بها مركز بيو ريسيرش الأمريكي الشهير عن قوة انتشار الإسلام في أوروبا عام 2017، ووصل تقريبا إلى النتيجة ذاتها. طبعا هو يستغرب، يقول لماذا يختفي السكان الأوروبيون الأصليون وينتشر الإسلام بسرعة؟ يعني هذه الظاهرة جعلته حائرا، هو لا يعلم لماذا الإسلام قوي. الإسلام ليس ضعيف أيها الأحبة، إياكم، نحن طبعا نمر في مرحلة ضعف عام، ولكن تعاليم الإسلام هي القوية، مبادئ الإسلام هي القابلة للانتشار. يعني أنا مثلا عندما تقول لي هناك دين هو الإلحاد يبيح لك الزنا ولكن سوف يوصلك إلى الإيدز، يبيح لك الخمر ولكن سوف يوصلك إلى السرطان، يبيح لك الشذوذ ولكن يوصلك إلى أمراض جنسية، ويبيح لك كذا ولكن يوصلك إلى التهلكة وإلى الانتحار أحيانا، وهناك دين يحرم عليك الزنا ليحفظك من شر الأمراض، يحرم عليك الخمر ليجعلك واعيا سليما وينجيك من شر هذه السرطانات والأمراض، يأمرك بالصيام لكي تصبح بنظام مناعة أقوى وتصبح أكثر هدوءا وأكثر صحة، يأمرك بالصدقة ليضمن لك السعادة، يأمرك بحب الآخرين. هذه التعاليم التي تتفق مع فطرة الإنسان لابد أن يختارها الإنسان أيها الأحبة. لذلك تعمل وسائل الإعلام العالمية، وكما يقول البروفيسور كريغ في جامعة رايس الأمريكية، وهو بروفيسور كاثوليكي، يقول إن وسائل الإعلام العالمية تضخ كميات هائلة من المعلومات بهدف تشويه صورة الإسلام. المفاجأة أن العكس هو الذي ينتج، أن الإسلام ينتشر أكثر، هذا ما يفاجئ يعني من يريد أن يشوه هذا الإسلام. طبعا أيها الأحبة، هذا الرجل يقول، الباحث تشارلز يعرف نفسه أن هذه وجهة نظر غير سياسية، لا تتدخل بالسياسة ولا تتعلق بأحزاب سياسية معينة، هذه حقيقة علمية واقعية، لأن المسلمين يتكاثرون بنسبة عالية جدا، والأوروبيين وغيرهم والديانات أخرى النسبة منخفضة جدا لديهم. لماذا؟ نحن لدينا أيها الأحبة حديث عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول فيه: تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. ولدينا حديث يحضنا على الزواج، ذلك الرجل الذي قال لا أتزوج النساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإسلام يحببك بالحياة، الإسلام ليس فيه انتحار على فكرة، ليس فيه اكتئاب، ليس فيه حزن. عندما تقرأ كتاب ضخم مثل القرآن أكثر من 600 صفحة، دائما كلمة تحزن تجد قبلها لا، لا تحزن، لا تحزني، لا تحزنوا، دائما. طيب كتاب يريد لي السعادة، هل أرفضه وأتبع الإلحاد لأصل إلى انتحار والعياذ بالله؟ إذن المنطق العلمي أيها الأحبة يفرض علي أن أقبل هذا الدين لسعادتي أنا أولا في الدنيا وعند الموت ويوم لقاء الله. الشيء الثاني أيها الأحبة، عندما نجد أن بعض وسائل الإعلام تستهزئ بهذا النبي الكريم وترسم صور مسيئة، الرد المناسب أن نصحح لهم هذه النظرة من خلال سلوكنا نحن. أنا عندما أكون صادقا وصادق الوعد كما كان سيدنا إسماعيل عليه السلام، وأكون متقنا لعملي كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، وأكون يعني مخلصا في هذا العمل،
وأكون محبا للخير ولا يخرج من فمي إلا الكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا. عندما يرى الغرب مني هذا السلوك سوف يقبل الإسلام، وسوف يعتبر أنه هو في أزمة وليس الإسلام. طبعا عبارة الإسلام في أزمة عبارة غبية جدا، سأقول لكم لماذا أيها الأحبة. عندما قد تقول جزء من المسلمين في أزمة لا مشكلة، أما أن تصف الإسلام، طيب لماذا هو في أزمة؟ أعطوني معلومة واحدة أمر بها الإسلام فيها ضرر للناس. أعطوني أمرا واحدا نهى الله فيه البشر أو المسلمين عن فعل شيء وكان فيه خير، نهاهم عن الخير وأمرهم بالشر. لا، الله سبحانه وتعالى قال يحل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل ما حرمه الله خبيث، كل ما أحله الله طيب. إذن أين الأزمة؟ لا يوجد أزمة. طيب هل تعلمون أن نسبة الانتحار على مستوى العالم هي الأقل بين المسلمين؟ الملحدون هم الأكثر إقداما على الانتحار، ثم بقية الديانات، ويكاد المسلمون يعني عند خط الصفر. لماذا لا يوجد انتحار لدى المسلمين؟ هذه قوة تعاليم الإسلام. لماذا لا يوجد لدينا نحن المسلمون أمراض جنسية كثيرة أو نسبة هائلة في أمريكا؟ آخر إحصائية كررتها مرارا، 110 مليون أمريكي، ثلث الشعب مصابون بأمراض جنسية منقولة جنسيا، ثلث الشعب الأمريكي. ربع الفتيات في سن تحت 18 أو في سن الجامعة يعني تعرضنا للتحرش والاغتصاب وكذا، الربع. طيب من الذي يعيش في أزمة؟ أنا أستغرب فعلا. إذن أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى لخص لنا ما نراه اليوم من محاولات مع العلم أيها الأحبة، والله إن الإسلام أبسط مما تظنون. الإسلام يريد الخير للجميع. يا أخي أنا كمسلم أريد الخير للملحد وللإخوة المسيحيين وحتى لليهود وغير. النبي مات ودرعه مرهونة عند يهودي. أنت كمسلم ينبغي أن تحب الخير للجميع، هذا هو الإسلام. إذا كان هناك فئة من المسلمين يعني فهمت الإسلام خطأ وهي قليلة جدا، فهذا لا يعني أن الإسلام في أزمة أو أنه دين خاطئ. أيها الأحبة، القرآن لخص لنا ما نراه اليوم من هجوم على الإسلام، من محاولات للتشويه، مع العلم أن المسلمون مسالمون جدا ويريدون الخير للجميع. الله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق، وأن يبصرنا بهذا الدين، وأن يعيننا على أن نقدم الصورة الصحيحة المشرقة المليئة بالرحمة والتسامح والمودة لجميع البشر. هذه هي صورة الإسلام الحقيقية. أرجو أن نعمل على تقديم هذه الصورة للآخرين، ونتقبل الآخرين، ونعطف عليهم، ونوصل لهم رحمة الإسلام وتسامح الإسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.